الصحراء طالما أثارت الجدل في المنطقة المغاربية، هي قضية صارت تشكل عبئا على الجزائريين والصحراويين الذين يعانون الأمرين تحت سلطة موازية وفي صحراء قاحلة. المغاربة يقولون انتهت القصة ولم تعد هناك قضية، وفي الجزائر يجري الترويج لأطروحة أخرى تناقض ما يقوله المغرب. البوليزاريو تتحدث عن مناطق محتلة وشعب أعزل كما تصفه يرزح تحت نير الاحتلال، وهو ما تروج له الجزائر في محافلها المختلفة. الرباط تراها مجرد أسطوانة مشروخة ولا يوجد لها أي أصل تاريخي ولا فصل جغرافي، ودائما ما تؤكد أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. بدأت حكاية البحث عن الحقيقة وتصاعدت الرغبة في سبر أغوارها من الواقع بعيدا عن المواقع. في أواخر جويليا 2010 كانت منطلق تجربة أثارت الكثير من الجدل. حطت بنا الطائرة حينها في الداخلة التي تقول البوليزاريو أنها محتلة، ويؤكد المغرب دائما من أنها مدينة مغربية في أقاليمه الجنوبية. صدر تقرير في جريدة الشروق تحت عنوان اختاره حينها صاحبها الراحل، معتبرا تلك الرحلة هي تسلل واختراق وغير ذلك من الكلام الذي باركته البوليزاريو كثيرا وأغضب كاتبه الأصلي. خصصت للتقرير مساحة في نشرة رئيسية يبثها تلفزيونها الرسمي بنشوة الانتصار على ما تسميه المخزن المغربي. تحت عنوان ثلاثة أيام في الداخل مع شعب لا يؤمن إلا بتقرير المصير، أبرز الكاتب الصحفي الجزائري أنور مالك تشبث الصحراويين في الأراضي المحتلة جنوب المغرب بحقهم الثابت في تقرير المصير والحرية ضمن رباط تنشره جريدة الشروق الجزائرية منذ الثلاثاء على حلقات. في تحقيقه المطول حول زيارته إلى الأراضي الصحراوية المحتلة والذي كتبه تحت عنوان ثلاثة أيام في الداخلة مع شعب لا يؤمن إلا بتقرير المصير، أكد الصحفي الجزائري أنور مالك أن المخابرات المغربية ظلت تراقب كل تحركاته مدعية أنها أرادت حمايته. وفي توطياته للروبورتاج أبدى الصحفي أنور مالك شوقه الكبير لزيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية واستجلاء الحقائق واكتشاف منطقة عرفت بكفاحها المستميت عبر التاريخ وتصديها لكل أنواع الاستعمار والوجود الأجنبي. وهنا يعاودنا النظام المغربي بمحاولة جديدة أخرى فاشلة لتزوير الحقائق وتحريف شهادة صحفيين أرادوا استقراء الوقائع وكشف ممنوع ظل المحتل المغربي يحاول إخفاءه دون جدوى. وفي كل مرة يصفع الوجه القبيح للمغرب بشهادة مثل شهادة الكاتب والصحفي الجزائري أنور مالك.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أن رئيس البوليزاريو حينها محمد عبد العزيز أشاد بما نشرته الشروق الجزائرية واصفا رحلتي إلى الداخل بالإنجاز الكبير. لقد صفقت البوليزاريو كثيرا، وهو ما أغاض وسائل إعلام مغربية، فشنت حملة شرسة ضد الكاتب والحقوق أنور مالك. فهذه تقول أنه انقلب 360 درجة عن مواقفه المبدئية السابقة، وأخرى تقول 3 أيام من الهذيان في الداخل، والكتابات لا تحصى في حمى الجدل الذي أثارته رحلة الداخل. الإعلام الجزائري بدوره هب يتحدث عن ابتزاز المخابرات المغربية وهجوم الإعلام المغربي، والشروق تنتشي باختراق مزعوم هز أركان المخزن على حد تعبيرها. طويت الحكاية بعد أشهر من الجدل المتبادل ومرت السنون وتوالت الأحداث، وأصبح ما حدث في حكم الماضي الذي لم أنساه رغم محطات أخرى أكثر خطورة طغت على المسيرة، ومنها بعثة المراقبين إلى سوريا التي شاركت فيها واستقلت منها احتجاجا على تزوير الحقائق وقلب المعطيات. بعد أكثر من عقد من الزمن يتجدد موعد رحلة جديدة إلى الداخل. لقد تلقيت دعوة لحضور ندوة نظمتها جبهة القوى الديمقراطية، لكن كنت في قرارة نفسي أريد البحث عن حقيقة تبدو غائبة ما بين جزائر تدعم البوليزاريو في أطروحتها عن الداخل، والمغرب الذي يقول ويؤكد أنه حسم القضية داخليا ولم تبق له غير بعض الرتوشات لنهاية القصة خارجيا. من باريس إلى الدار البيضاء ثم الداخل، حيث حطت بنا الطائرة في مطارها، وقد لاحظت من النظرة الأولى ملامح التغيير التي بدأت تظهر من لحظة خروجنا من الطائرة المغربية. لافتة المطار التي رأيتها في 2010 غير التي أراها في 2023. الإجراءات الأمنية عادية جدا، ولا يوجد ما يشكل فارقا بين مدن مغربية أخرى. كل شيء يوحي أن الوضع غير ما تجتره البوليزاريو، بل غير الذي كنت قد رأيته أنا شخصيا في 2010، فضلا عن السواح الذين رافقونا في رحلتنا، ورأينا غيرهم أيضا قد سبقونا في رحلات أخرى. لقد رأيت المناسبة فرصة لأشبع نهم من استكشاف الحقائق المغيبة التي ربما هناك من يريدها أن تظل غائبة عن المهتمين بالشأن المغاربي. لقد قررت أن أبحث بنفسي وبكل حيادية وبعيدا عن أجندة هذا أو ذاك، بل لا يهمني غير جواب على سؤال جعلته محور رحلتي هذه، ألا وهو أين البوليزاريو؟ بداية البحث عن الحقيقة كانت مع الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة ووادي الذهب. هو صحراوي أبا عن جد، وساقته أقداره منذ سنوات طويلة إلى مخيمات تندوف مع أولئك الذين ساقتهم أقدارهم أيضا، لكن حظهم البائس جعلهم
لا يزالون يعانون هناك. بعد حديث متشعب عن المنطقة والقضية والتجربة، سألناه عن أولوياتهم كصحراويين وعن البوليزاريو، وكان جواب: الآن نحن في مكتب رئيس الرئيس الجهوي المنتخب، ونحن في رحلة البحث عن معرفة الحقيقة ونحن في الداخل. السؤال الذي نطرحه الآن على السيد الرئيس: ما هي أولوياتكم الآن؟ وهل ما زالت هناك من يفكر أنه يمكن يوما ما أن تظهر أطروحة البوليزاريو بين الصحراويين المغاربة هنا؟ في الحقيقة أولا نرحب بكم هنا معنا في الداخلة، وهذا السؤال في الحقيقة هو سؤال يجد جوابه من خلال ما سترونه من مشاريع على أرض الواقع. هي مشاريع ليست في الخيال مثل ما يتشدق به الطرف الآخر، هي مشاريع ملموسة، هي موجودة. هناك دينامية اقتصادية كبيرة جدا تعرفها الداخلة، والحمد لله هناك مشاركة سياسية كبيرة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات. نحن عندنا أكبر نسبة مشاركة في المغرب كله، في أوسرت مثلا وصلت 80%، في الداخلة أكثر من 60%، يعني تقريبا 68%، يعني أن فوق المتوسط الوطني شايطينه كثير. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على الانخراط الكلي لساكنة الأقاليم الجنوبية في المشروع اللي يقوله جلالة الملك، وهو المشروع التنمية، تنمية الأقاليم الجنوبية. نحن نفكر في تطوير بنيتنا التحتية، في بناء المدارس، في بناء يعني المستشفيات، في بناء التعليم. الآن نحن عندنا هنا قطب للتكوين في الداخل، فيه مدارس عليا، فيها مدارس للتكوين المهني، فيه مدارس لتقنيين متوسطين، سواء في الصحة، في السياحة، في الفلاحة، في كل هذه. نحن نفكر في المزيد من تطوير البلاد، ونتمنى بأن هذه الفكرة، فكرتنا، أنها تعم كل هذه المنطقة إن شاء الله. جلسة كشف فيها لنا الكثير السيد رئيس مجلس جهة الداخلة ووادي الذهب عن التنمية وقضية الصحراء وتطلعات سكان المنطقة. الآن كنا في لقاء مع رئيس الجهة في رحلة البحث عن البوليزاريو. حقيقة وقفنا على بعض النقاط تتعلق بالتنمية، تتعلق بطريقة مشاركة الساكنة في إدارة هذه المناطق، ولكن رحلة البحث عن البوليزاريو ما زالت متواصلة. جبهة البوليزاريو تسوق في الجزائر، والإعلام الجزائري يسوق على أن هذه المناطق راهي مناطق كلها بوليزاريو. الآن راني فتشت في الشوارع، فتشت في كل مكان، بحثت عن طريق المسؤولين، بحثت عن طريق غير المسؤولين، ولا زالت الرحلة متواصلة. قد نجد رائحة من بقايا البوليزاريو. مرانا نتجول في مدينة الداخلة نبحث عن البوليزاريو. السؤال اللي تسمعوه في الجزائر وتسمعوه يا الصحراويين في المخيمات، راني مازال ما لقيت له الجواب. أين البوليزاريو اللي يتحدث ويقول لك باللي الداخلة راهي كلها بوليزاريو؟ للحظة هذه نتمنى نجد شيء يدل أن هناك شيء اسمه البوليزاريو في هذه المنطقة. ما زالت رحلة البحث متواصلة، تابعوني أيها المشاهدون الكرام. قررنا أن نلتقي مع رئيس الجماعة، أو بتعبير آخر يفهمه الجزائريون وغيرهم، رئيس البلدية، وهو السيد حرمة الله الراغب، الذي فتح لنا بيته واستقبلنا بكل حفاوة واستعداد تام للإجابة عن كل ما يخطر في أذهاننا من تساؤلات مهما كان لونها أو نوعها. الرجل صحراوي أصيل هذه المنطقة ومن أبنائها، وينتمي لقبيلة عريقة معروفة تاريخيا وجغرافيا، وهو شاب في مقتبل العمر، درس في فرنسا وانتخب في انتخابات شارك فيها السكان،
بكل شفافية، لم يشكك أحد في نزاهتها باستثناء البوليزاريو التي تقبع في تندوف. شريها في هذا التحقيق زرنا السيد رئيس البلدية، وهو شاب نحن في الجزائر منين خلقنا ونشوف رئيس البلدية دائما شارك في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية. وجدنا شاب من أبناء المنطقة متشبع بالقيم اللي يؤمن بها، ورح نطرح عليه هذا السؤال لأنه البوليزاريو والأجندة نتاع النظام الجزائري هناك، راه هذه المنطقة كلها بوليزاريو. أنا جيت راني في يومين وأنا أبحث ما لقيت شيء. السؤال اللي راح نطرحه له، وين راهي البوليزاريو السيد الرئيس؟ أنا الحقيقة مرحبا بك أستاذ العزيز. الإشكالية وبين هذا السؤال اللي سولتني عليه أنه إحنا فكرتني فيه حقيقة، لأنه ما إحنا الحمد لله في بلدنا آمنين مع ملكنا، خدامين ترابنا، تنميتها، تنمية الناس اللي كاينة، خدمة المشاريع التنموية الكبرى، تنمية رأس مال البشري، ولكن هذا الموضوع إلا في مخيلات البعض. أما إحنا الحقيقة ما نطرحين أي حساب، وكيف ما كانت تفكروا حتى كيشد معنا حد الأخبار كيسولنا عليه، عاد باش كانت تفكروا الموضوع، ما إحنا هذك قضية منتهية بالنسبة لنا وما لنا مدخلينها في رأسنا. وما هي أولوياتكم الآن؟ أولوياتنا كما قلت لك هي تنمية المنطقة ككل، جهتنا كتسميتها بأنها باش تعود رائدة عالميا إن شاء الله من ناحية جميع الانفراستركتور اللي نحتاجوهم هنا في الجهة، وكذلك أيضا تنمية رأس مال البشري وكفاءات وتأهيلها من خلال المعاهد اللي متواجدين عندنا في مدينة الداخلة، من أجل أنهم هم اللي يكونوا كيد عاملة في المشاريع التنموية الكبيرة بجميع القطاعات الحمد لله اللي كتعرفها جهة الداخلة واد الذهب. عندنا كما قلت لك قطاع الصيد البحري، قطاع الفلاحي، قطاع الطاقات المتجددة، السياحة، مجموعة من المجالات اللي كيتم الاستثمار فيها. والآن عندنا مثلا واحد البرنامج مشروع كبير اللي أعطاني انطلاقة ديالو صاحب الجلالة، وهو مشروع 5000 هكتار فلاحية، واللي فيها محدد فيها جزء كبير 31% للشباب المنطقة اللي باش يدخلوا لسوق الشغل. وهذه دابا 5000 هكتار هي أراضي اللي تم التهيئة ديالها من أجل أنها تكون فلاحية، والليريغاسيون ديالها عن طريق مياه تحلية الماء، واللي كيتم لاليمونطاسيون الكتريك ديالو عن طريق ديزيوليان ليزينيرجي رينوبلابل. هذا مشروع، هذا لا اعتزك مبادرة من المبادرات اللي كاينة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتعاون الشباب والمقاولين اللي باغي يدير المشروع بأنه يدفع الدوسي ديالو ويتم التمويل ديالو بأنه باش يفتح مشروعه. كان عندنا الداخلة مبادرة، هي مبادرة ما بين رجال الأعمال والمجالس المنتخبة من أجل فك المشكل ديال مثلا مشاكل البطالة والتشغيل. عندنا برامج حكومية كبرنامج فرصة، عندنا برامج كواحد أمبخي بونكار اسمه انطلاقة، واللي كيوصل حتى 1,200,000 درهم لكل مشروع، لكل حامل المشروع. يعني عندنا مجموعة من المشاريع اللي كتهم تنمية مدينتنا ومنطقتنا، وكذلك التنمية ديال التأهيل ديال رأس مال البشري باش يتم يكون هنالك واحد النوع ديال السينيرجي ما بين المشاريع اللي كتنزلها الدولة على الأرض، وكذلك التأهيل ديال الموارد البشرية اللي تخدم وتعاون في الديفلوبمون ديال المنطقة ككل. يعني الآن أنتم فيه تنمية في الجانب الجغرافي وفي الجانب البنى التحتية، وهناك تحدث لي على تنمية أخرى هي تنمية الإنسان. وأعتقد يعني نادرا أن ألقى مسؤول يحدثني أنه في نفس التوازي، يعني في نفس المستوى، تنمية البنى التحتية، تنمية الأرض، وتنمية المدينة، وتنمية الإنسان. يعني ما هي هذا المجال وش قومه؟ تنمية الإنسان هي أهم شيء، لأنه تنمية مجالية للتنمية ديال النظام خاصة فيه، بدون تنمية الإنسان لا تساوي شيء. لذلك إحنا من خلال ديما التقطوا الإشارات والتوجهات الكبرى من صاحب الجلالة وخطاباته اللي ديما كتكون هي خارطة الطريق بالنسبة لنا من أجل التوجه اللي ماشيين فيه. ديما كيأكد صاحب الجلالة على
التنميه ديال الانسان، وهو من خلال المشروع الكبير اللي الحمد لله تشهد المملكه المغربيه اليوم ككل، وهو مدن الكفاءات داخل كل جهه. هذا مشروع من المشاريع الكبيره. احنا عندنا مدينه الكفاءات هون في الداخله، راه باقي لها واحد عام ونص عامين ان شاء الله اللي تكون واجده، ممكن لكم الزياره ديالها وتشوفوها كمشروع اللي فيه جميع السبيسياليتي اللي يخصهم المشاريع اللي كاينين في جهه الداخله والذهب ككل. بالنسبه لمدينه الداخله، مدينه الداخله فيها مجموعه من المعاهد اللي كتهم جميع القطاعات الحيويه والاقتصاديه اللي كاينه في الجهه. يعني ملي كنتكلموا على معهد السياحه، احنا عندنا السياحه، معهد ديال الفلاحه، عندنا مشاريع فلاحيه، كاين لي سبيسياليتي ديال معهد ديال الصيد البحري، كاين عندنا قطاع صيد بحري. يعني كتخلق واحد التكافؤ ما بين ما هو تنموي وما هو راس مال بشري. هادو هما مجموعه من المعاهد اللي كتهم، هو بيان سور لي فورماسيون اللي كيهموا الناس. الان انتم كابناء منطقه، حكايه انه عندنا قضيه نزاع والحكايه هذه الاسطوانه هذه خلاص ما عادت اصلا وارده حتى في خيال حتى ابسط مواطن، لاني انا ندور في الشوارع ونطرح في هذا السؤال ولا اثر ليه ولا في ناس مهتمه به ولا حتى عموم الناس. يعني هذا الموضوع اللي قلت له راه ما كنت فكروا حتى كتسولنا لي وجينا شي دا يسولنا على الموضوع فعلا بصريح، لانه الناس هون عايشين في امن وامان وسلم واستقرار، وعايشين بعلاقتهم ومع ملكهم يبغوه، وديما كنقولوها ونعلوها بانه هذه مناطق من المملكه المغربيه متشبتين اصولنا وبعلاقتنا مع اهداب العرش العلوي المجيد وجدودنا وجدود جدودنا. راه هذا هو اللي ما هو عارفين الناس بانه بيع على مدى السنين، فهمت؟ وديما كنقول لك عندنا مثل كيقول بانه ينصر السلطان ويهدر الاوطان. السيد حرمة الله الراغب قال انهم لا يتذكرون حكاية البوليزاريو الا ان سئلوا من غير ابناء المنطقة. ونحن الآن ما زلنا في رحلة البحث، أين البوليزاريو؟ وكشف لنا الكثير عن التنمية الاقتصادية التي صارت شغلهم الشاغل، سواء كانت بشرية أو تنموية أو غير ذلك. ليس رئيس الجماعة الترابية لوحده من تحدث لنا عن التنمية، بل فاعلين جمعويين بدورهم كانت لهم كلمتهم عن واقع منطقتهم في ظل دولتهم المغربية التي لا يؤمنون إلا بها وليس لديهم سوى. زعم رئيس الجمعية زهرة أمل المرأة والتنمية الاجتماعية وفاعلة جمعوية، الحمد لله هون في الداخل عايشين في أمن وأمان واستقرار، يا رب لك الحمد، وفي تآخي وفي تلاحم يا رب لك الحمد عليه. وكذلك الحمد لله المرأة أنها متمكنة حاليا لا من ناحية سياسية ولا الاقتصادية ولا من ناحية سوق الشغل ودراسيا، يا رب لك الحمد، وتطور باين وظاهر في جميع المناصب أنك تلقى المرأة فيها. وكذلك عندنا الحمد لله مرافق عمومية وخدمات متاحة للعموم، ومازال كذلك فيها تطوير وياسر من الأمور لاحظناها. وده كامل الحمد لله في ظل رعاية ديال جلالة صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله، وحمد مولانا على هاي الأوضاع، والله يدومها نعمة علينا. بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الشريف منصور، نشطاء المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات. أتمنى لبلدنا الأمين ملكا وشعبا عيد سعيد من طنجة إلى القويلة. نحن هنا في جهة الداخلة وادي الذهب نشعر بالأمن والأمان والاستقرار في ظل الأوضاع ظل ظروف اقتصادية واجتماعية مريحة، وفي سلم وسلام متعايش بين كافة مكونات الساكنة بدون منازعات وبدون
داخل وادي الذهب أصبحت قبلة لكل الساسة ورجال الفكر والاقتصاديين عبر العالم. قد شهدت الكثير من الملتقيات والندوات التي كان لها صدى كبير على الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بهذه الربوع الغالية من المملكة الشريفة. وأشكركم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم بالجماحة الكبيرة صفة فاعلة جمعوية بالداخل بالجهة والذهب بالويرة. الحمد لله احنا في الجهة كنعيش ولله الحمد في الوضع أمني جيد وممتاز تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، ولله الحمد ساكنة عندها واحد التآخي وواحد المحبة فيما بينها، وما عندنا ولله الحمد حتى مشكل، لجميع الأجناس وجميع الفئات متعايشة فيما بينها ولله الحمد. وبالنسبة للمرأة في جهة الداخلة والذهب كتلعب دور أساسي ومهم في التنمية، ولها عاد لها واحد البصمة اللي هي نوعية ولله الحمد. والداخلة ولله الحمد عادت مدينة سياحية ومدينة اقتصادية وعندها واحد التنمية اللي ولله الحمد احنا بالنسبة لنا كساكنة الداخلة والذهب نفتخر بانتمائنا لهذه الجهة العزيزة الغالية على الوطن. وبالنسبة لنا احنا في الصحراء المغربية كنعيشوا في واحد الجو اللي حقيقة رائع وجيد، ما عندنا أي مشكلة مع أي جميع المكونات المجتمع متعايشة ولله الحمد وشكرا. الجماعة الترابية للداخلة وهي التسميات الجديدة لما كان يعرف بالبلديات أظهرت بصماتها من خلال ما تراها عيوننا في هذه المدينة الخلابة، مدينة تعيش على واقع حياة مدنية كاملة في باطنها ومظهرها. المدينة نظيفة وهادئة وكل ما فيها يعبر عن وضع يتناقض تماما عما تروج له بروباغندا معادية للمغرب وأطروحته فيما يخص هذا النزاع. الناس يعيشون حياتهم بصفة عادية، ملامحهم توحي بالراحة والطمأنينة، الخوف لا أثر له في وجوههم، لا شيء يوحي بأن المدينة محتلة كما يدعي نظام الجزائر والبوليساريو، ولا يوجد ما يوحي بعسكرة المنطقة، لا حواجز عسكرية داخل المدينة ولا متاريس رملية ولا مظاهر أمنية توحي لأدنى حالات الطوارئ. التنمية في هذه المنطقة تطورت كثيرا وقفزت إلى أبعد ما يمكن تخيله مقارنة بما رأيت في 2010، فالمدينة أصبحت ورشات هائلة ومفتوحة، وما رأيته من قبل كمشاريع أو ما قيل لنا أنها نوايا مشاريع قد صارت حقيقة للعيان، وهو ما رأيناه من خلال هذه المشاريع التي تغرينا للبحث أكثر في أغوار مدينة يقال عنها الكثير. مدينة تدعي البوليساريو أنها محتلة وأهلها يعانون من التهميش وبناها التحتية مهترئة، وكل شيء فيها يعبر عن احتلال بغيض يعمل على تدميرها. هذه هي رواية البوليساريو لنزلاء مخيمات تندوف، وهي رواية نظام الجزائر للجزائريين أيضا. غير أن المشاهد التي تروي بنفسها عن نفسها تحكي شيئا آخر يختلف تماما عن ذلك الذي يقال هنا أو هناك. رحلة البحث عن البوليساريو متواصلة، فمن التقيناهم لم نجد عندهم شيئا، بل كل ما في الأمر أن الحكاية قصة قد خلت ولم تعد تعنيهم في شيء ولم تعد تهمهم أصلا.
على ضفاف المحيط الأطلسي وعبر طريق معبدة لا تختلف عن تلك الطرقات التي نراها في أوروبا. توجهنا نحو الميناء الذي زرته في 2010 ووجدت فيه حركية كبيرة وقفت عليها حين وتطورت الأمور أكثر. ربما نشد سفينة ونروح نحوس، لكن يبقى لي السؤال اللي ما قلتش الجواب، أين البوليزار؟ نعم، أين البوليزار؟ لا جواب لحد الساعة، كل من نسألهم لم نجد عندهم الجواب. فالسؤال يتعلق بشيء مر من هنا ذات عام وانتهى ولم يعد سوى ذلك الماضي الذي لا يعنيهم ولا يهمهم، وليست لديهم أدنى رغبة في إشغال أنفسهم به، فهمهم أن تصبح الداخلة قطبا سياحيا مغربيا يضاهي مدنا عالمية، وهو شغلهم الشاغل فقط، ودون ذلك يرونه مضيعة لوقتهم الثمين. التقينا ببعض العمال في الميناء ومن دون سابق موعد، وتحدثنا لهم وتجاوبوا معنا بكل عفوية. سألنا نحوس على واحد الحاجة، نحوس على الفريزار ما كانش هنا. انا راني عندي طرف نحوس عليه عادي، ما كانوش خلاص عادي الله يحفظك. صحيت. كان جواب هذا العامل البسيط واضحا وبريئا بعيدا عن حسابات من لديهم خلفيات معينة. فالرجل همه لقمة عيشه وعمله، أما حكاية البوليزاريو فلم يعد لها أي مكان لدى هؤلاء. الداخل مدينة عرفت بسمكها، والميناء شكل محطة هامة للصيادين الذين تحدثوا لنا عن انشغالاتهم المختلفة، وحاولنا أن نبحث معهم عن المشاكل إن وجدت والتي يعانون منها في أداء مهامهم، غير أنهم أجمعوا جميعهم أن لا مشكلة لديهم، فالسلطات تقدم لهم كل التسهيلات في عمليات الصيد التي جعلت سمك الداخلة ينال شهرة واسعة. إنتاج كبير من السمك، حيث سجل في 2019 نحو 605 ألف طن، وفي 2018 سجل 587 ألف طن في ميناء صيد يتوفر على منشآت لولوجه تصل إلى 1500 متر، وعدد العاملين في القطاع يبلغ 40 ألف عام. أما عدد سفن الأسطول الساحلي فيبلغ 183 وحدة، معظمها مكون من وحدات لصيد السردين وأنواع أخرى، كما يبلغ عدد سفن أسطول الصيد في أعالي البحار 24 وحدة. أما أسطول الصيد التقليدي فيتكون من 3300 قوارب صغيرة، وأيضا يضم النسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري بالداخل 89 وحدة صناعي. معطيات كثيرة قدمها لنا المركز الجهوي للاستثمار في جهة الداخل ووادي الذهب، ومن خلال كتاب أبيض يحتوي على الكثير من المعطيات المهمة عن الاستثمار القائم والمتسارع على قدم وساق في هذه المنطقة. كل شهور الأمور كلها راهي متوفرة، عندنا كل شيء نقائص، ما عندكمش بالنسبة لهذا؟ لا يعني فينا الحمد لله، الوضعية مزيانة مليحة.
الامور الاداريه كلها. لا 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 كل شيء يعني. الحمد لله ميسر الامور عكس كيف التعامل مع الادارات كل شيء ميسر الامور في الاطار هادشي ديال الاستثمار وهادشي باش تسريع في هذا التسريع ديال المنتوج ولا شيء كامل يعني كيخليك هما كيسهل معك العمليه ديال المسطره الاداريه وهادشي حتى في يد العامله الحمد لله يعني كل شيء موجود الانسان اللي عنده الكومبيتونس والناس اللي قرات والمدارس موجودين المعاهد وشي يعني هما ساهموا فاش هاد فات بان باش يكونوا الشباب باش يندمجوا في هاد القطاع. يعني الامور راه هي ممتازه هي الحمد لله ممتازه. طبعا لم نتوقف على رصد هذه المعطيات الاقتصاديه الهائله بل سالناهم ايضا عن ما نحن بصدد البحث عنه. أين البوليزاريو؟ أنا السقسيك، أنت منين أصلا؟ أنا صحراوي. صحراوي مغربي؟ صحراوي، ما كاينش صحراوي، كاين صحراوي مغربي. مغربي، لأنه أنا عندي ثلاثة معاناة هنا. عندنا هي في الجزائر يحكوا لنا بأنه هذه المنطقة نتاع البوليزاريو، جاي نحوس على البوليزاريو وما لقيتهمش. دابا أنت هذاك اللي كتحوس عليه، ما كاينش في كانوا. ما كاينش. هذا مواطن عادي، خاطئ السياسة. يعمل في مجال الصيد جاوب ما لقيتش عنده الجواب والسؤال اللي يبقى مطروح اين البوليزاريو؟ شاب من الشباب اللي يعملوا لهنا راني تلاقيت معاه في رحله بحثي انا اللي اجري فيها منذ امس وانا نحوس على شيء اسمه البوليزاريو وما لقيتوش. ما كانش تلقى لي البوليزاريو تلقى لي ما كانش. انطباع خرجنا به من زياره الميناء أن السكان لم تعد تعنيهم حكاية البوليزاريو بل هم منشغلون بتنمية منطقتهم والعمل على أن تتحول إلى قطب اقتصادي وسياحي يضاهي ما يراه الناس في الدوحة ودبي وأبوظبي والرياض. لم نتوقف عند الميناء الذي كنا فيه بل توجهنا نحو ميناء الأطلسي الجديد والضخم والذي يجري العمل عليه ويقع على بعد 40 كيلومتر من الداخلة حيث يكتسي ميناء الداخلة الأطلسي أهمية استراتيجية بالنسبة لإفريقيا الغربية والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وخاصة جهة الداخلة ووادي الذهب حيث سيتيح هذا الميناء من جهة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية الصيد البحري، التعدين، الزراعة، السياحة، الطاقة، الصناعات التحويلية، التجارة وغير ذلك كما سيمكن من جهة أخرى من تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي. العمال من أبناء المنطقة والشركة مغربية والعمل يجري على قدم وساق لتحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي الكبير والذي يعول عليه بتحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية والكل منهمك في العمل ومسابقة الزمن للوصول إلى الهدف ولا شيء يشغلهم عن هذا الهدف. نحن الآن في رحلة البحث والزيارة. أولا الزيارة إلى هذا الميناء، هذا الميناء الكبير والضخم الذي كما قلنا وحسب كل المعطيات المتوفرة سيتحول إلى قطب اقتصادي كبير. هذه هي الحقيقة وهذا في إطار سياسة التنمية التي تجري بطريقة متسارعة بمعنى الكلمة حيث أصبحت الآن الداخلة ورشة حقيقية لمثل هذه الأمور. لكن في رحلة البحث ما زلت أبحث في هذه الصحاري وفي هذه المناطق وبين البدو والرحل على شيء يقول الناس بأنه اسمها البوليزاريو. أنا ما زلت في رحلة البحث حتى ذهبت إلى الميناء الآخر لم أجد شيئا
وأتيت إلى هذا المشروع لم أجد شيئاً، ولا زالت رحلة البحث قائمة، والسؤال المطروح بلا جواب: أين البوليزاريو؟ أما السؤال عن البوليزاريو فلم نجد مكاناً له بين من صار همهم أكبر من أن نشغلهم بالبحث عن ما صار مفقوداً في الواقع الحقيقي للداخلة ووادي الذهب. لم نترك مكاناً للبحث عن البوليزاريو كتنظيم، ولم نجد أي أثر للفكرة، وقررنا أن نخوض غمار البحث في الصحراء الشاسعة وإلى آخر نقطة من هذه المنطقة. قد نجد ما يفكك طلاسم الرحلة مع هذا السؤال الذي نبحث عن جواب عملي وحقيقي له. بين أهالي تدعي قيادة البوليزاريو أنهم يناصرون منظمتهم في عمق الساقية الحمراء ووادي الذهب. في الطريق في رحلة البحث المتواصلة عن البوليزاريو علنا نجد بعض الآثار، ونحن الآن نقتفي المعلومة التي وصلتنا بأننا سنصل إلى الجواب قريبا. خليكم معنا. حتى القطط آمنة على نفسها ونحن في طريقنا هذه، بعدما قيل لنا أن البوليزاريو موجودة في مكان يجب أن نقصده من دون أدنى تردد. في طريقنا لم نجد حواجز عسكرية ولا آثار تدل على أن المنطقة كانت في حرب أو أنها تعيش على وقع حرب، ولا سمعنا ما يثبت دعايات البوليزاريو عن استهداف بأسلحة مختلفة لمناطق تتمركز فيها قوات مغربية. الطريق آمن بمعنى الكلمة على مدار أكثر من 350 كيلومتر من الداخلة إلى معبر القرقرات الذي أثار الجدل في فترة خلت وصار حديث العالم في نوفمبر 2020، حيث قام المغرب بتأمين المعبر بعدما قامت قوات تابعة للبوليزاريو بعرقلة الطريق وأدت إلى توقيف عبور البضائع على مدار أيام. المعبر يظهر كل شيء فيه هادئ، الشاحنات الضخمة تتنقل بصفة عادية، الإجراءات سهلة وروتينية، والتسهيلات من طرف السلطات في المعبر الحدودي قائمة نراها بوضوح. لا شيء يوحي على وجود مخاطر أو تهديدات، ولا مظاهر مسلحة تظهر وجود حرب قريبة من المكان كما تدعي البوليزاريو. تحدثنا مع المسؤولين فقدموا لنا الكثير من الشروحات والتفاصيل عن الإجراءات القائمة مع الشاحنات والسيارات التي تعبر بصفة مستمرة ومن دون توقف، كما يتوفر المعبر على فندق متميز ومحلات ومقاهي وأماكن لراحة المسافرين. المعبر لا يختلف في شيء عن معابر العالم التي زرناها مرارا وتكرارا، بل لا يوجد أي مظهر يوحي بمخاطر حربية وعسكرية على القائمين على شؤون المعبر الإدارية والأمنية. كل الرحلة وأنا متلهف للوصول إلى ما يثبت وجود البوليزاريو في المنطقة، ولكن الحقيقة التي وقفنا عليها غير ما يجري التسويق له. نحن الآن في معبر القرقرات بعد رحلة من الداخلة إلى هذا المكان على مسافة حوالي 350 كيلومتر في إطار رحلة البحث التي بدأناها عن البوليزاريو. وصلنا إلى هذا المعبر الذي أثار الكثير من الجدل على المستوى الدولي، وعلى حسب ما وصلنا إليه تعتبر تلك الحادثة هي الإعلان عن نهاية البوليزاريو هنا في هذه المنطقة. سندخل الآن ونبحث عن المفاجأة التي قيل لنا بأننا سنجدها في
في هذا المكان. تابعوا. هنا تنتهي رحلة الباحث عن البوليزاريو. حقيقة كما قلت في الطريق بأنه جاءتنا معلومات تؤكد بأننا سنصل إلى جواب على هذا السؤال الذي أرقنا على مدار 3 أيام. والحقيقة أننا وصلنا إلى معبر القرقرة ومررنا إلى هذا المكان الذي قيل لنا فيه أنه توجد البوليزاريو. وها هي البوليزاريو التي بقت الآن من هذه الرحلة، آثار لجماعة البوليزاريو الذين قيل لنا أنكم ستجدونه. ها هو الجواب عن السؤال الذي يجب أن يعرفه كل المتابعين لهذه القناة. ويبقى السؤال المطروح، ماذا تبقى للبوليزاريو في تندوف؟ وجدنا بقايا البوليزاريو التي مرت من هنا ذات يوم وتم طردها، ولم يبق منها شيئا سوى تلك الأحذية والصنادل التي رأيتموها أو بقايا الصحون التي وقفنا عليها أو أشياء أخرى لم تعد لها قيمة. وإن كانت هناك دلالة واضحة آثر القائمون على المكان أن يتركوها شاهدة على شيء ما تواجد يوما هنا في هذا المكان وطواه الزمان، فتشنا في كل شيء علنا نعثر على أي شيء ولم نجد سوى لا شيء من شيء كان يسمى البوليزاريو. أين البوليزاريو؟ أين البوليزاريو؟ الجواب كما رأيت. التقيت مع أحد المثقفين البارزين في المغرب الدكتور عبد الفتاح الفاتح، وطرحت عليه هذا السؤال الذي أرقني كثيرا، وطرحته على المثقفين، وطرحته أيضا على المواطنين العاديين وعلى المسؤولين وعلى كل الطبقات. أين البوليزاريو هنا؟ حقيقة لا يوجد أي أثر لجبهة البوليزاريو، ونحن دائما في رحلة بحث عن تواجدهم لوقف دعايتهم الكاذبة ودعايتهم السوداء. اليوم نحن على أرض الواقع نبحث عن أثر ونتلمس عن وجود ولو رموز دلالية غير ما تبقى من يعني أحذيتهم المتناطرة والمتلاشية في كل مكان، وتعبر عن ذعر وعن جبن لجبهة البوليزاريو. وأصبح في حكم الماضي الناقص فعلا، فلم يعد يعني شيئا لأهالي المنطقة. عدنا من حيث انتهى بنا المطاف ومع رحلة كشفت لنا الكثير، وفي طريق العودة وقفنا على محطات أخرى لا تراها كثيرا إلا في مناطق تعيش الهدوء والأمن والاستقرار. أما قصص الحرب فليست سوى حكايات عبر مواقع لا تريد أن تنظر للواقع الحقيقي الذي شاهدناه في رحلة بحث مضنية لم نعثر فيها إلا على صنادل الكل يروي أن أصحابها تركوها خلفهم بعدما فروا حفاة وربما عراة يبحثون عن مأوى لهم بعدما رفضهم المكان ورفضهم الناس أيضا. هكذا كانت الحكاية وهكذا كانت الرحلة، ولكل بداية نهاية، وهذا ما وصلنا إليه على مدار 3 أيام في الداخل مع شعب صار لا يؤمن إلا بمغربية الصحراء. وبعد ما يقارب نصف قرن لم يبق من أطروحة البوليزاريو أي شيء يذكر في الداخل ووادي الذهب، ولا تزال رحلة البحث قائمة والتي ستقودنا إلى العيون والسمارة وغيرهما ليكتمل المشهد وتنتهي القصة على وقع قضية لم تعد قضية في الداخل المغربي، ولم يبق من الحكاية سوى معاناة صحراويين صاروا في حكم الاحتجاز
بمخيمات تيندوف التي بدورها سيسأل نزلاؤها يوما أين البوليزاريو؟